علاقاتنا معها علاقة الأشقاء. من يريد أن يقول عكس ذلك فليضع وليثبت الدلائل على أن جميل. الجيش أو سلاح الجو الأردني قد ساعد أو مول أو قام بأي أسلوب من الأساليب بالمشاركين. طيب هذه حرب أمريكية على الأردن، نعم، وعلى العراق وعلى سوريا. طيب وعلى اسمح لي باختصار حتى أستثمر الوقت أيضا عذرا سيادة المستشار، يعني هل هناك تخوف على العلاقات هذه التي أنت وصفتها بالعلاقة الجيدة بين البلدين الشقيقين عندما نتحدث عن الأردن والعراق، خاصة بعد الضربة التي استهدفت إحدى الأبراج في الأردن والرد الأمريكي جاء بسبب هذا الاستهداف باختصار؟ هل سمعت يا أخي على أن الأردن وجه أصبع اتهام اتجاه العراق أو حكومته أو من يوجد بالعراق؟ الأردن أصلاً وبداية يتفهم الوضع العراقي أكثر من كل الدول العربية، لكنه تحدث عن قلق. هناك مسؤولين تحدثوا عن قلقهم. نعم، لا، الأردن لم يتعرض إلى هجوم ولا إلى استهداف. ما تم من اللي استهدف هم القوات الأمريكية، وأنا قلت وسأقول على هذا المنبر، أعتقد أن من له مصلحة في أن تقوم الولايات المتحدة بضرب العراق وسوريا واليمن وغيرها، ما في غيرها سوى إسرائيل، تريد أن تشعل المنطقة لبقاء نتنياهو في مقعده. لذلك يمكن أن تكون هناك ضربات أخرى وافتعالات أخرى. لا نريد أن نعود إلى التاريخ اليهودي الملطخ بالفضائح والدم. طيب، ولكن أريد أن نقول وبصراحة أن الأردن ليس له أي مصلحة من قريب أو بعيد بالاعتداء على الأشقاء العراقيين، سواء كان مع القوات الأمريكية أو بدونهم. الأردن على العكس كان دائما مع الشعب العراقي في كل أطيافه. طيب، سواء كانت حكومة ألف أو حكومة باء، نحن نقف مع الشعب العراقي، نحن إخوة والشعب العراقي. طيب، هل ممكن أن تكون هناك بعض الشوائب في مناطق أخرى؟ طيب، مخدرات أو شيء آخر، هذا الأردن ناقشوا مع الحكومة السورية وأعتقد أنه متفق عليه. طيب، ولكن لا نقول بأن الأردن كان أو سيكون واضح معتدي على إخوته وجيرانه.